فدخلت لليوتيوب شاهدت بعض المقاطع وجيت هنا تطبيقي فأخطأ مرة مرتين أرجع، يعني هو قابل للتصليح مجال الحدان. يعني حاليا احنا شغلنا أبواب وشبابيك يعني جميع الفصالات، أغلب الشغل كله فصال مع حمايات يعني حسب حاجة المواطن اللي يريده نسويه، وبالإضافة للبلاستيك أبواب وشبابيك قطوعات مال جام خانات محلات كلها هاي نشتغلها احنا بالهاي الورشة. يعني تقريبا بال 2012 بدينا هاي المهنة، يعني كانت طريقة يعني ما أعرف شلون صارت صدفة، مو يعني مو هدف إن نشتغل بيها، بس تدري أنت مع مرور الوقت شو تشوف الحاجة، يعني الإقبال على شيء أو الشغل بيه أو أنت تقدر تقول عقلك أو هوايتك تمشي ويا هالمجال فأنت تتبع هوايتك يعني، والحمد لله مشت الأمور. نعم هو يعني بدأ بس بلاستيك، بدينا 12 يعني مصدر رزقنا كان بس بلاستيك، نشتغل شغلة البلاستيك. بعدين إذا يقل الشغل بالبلاستيك تدري أنت تدفع آجار هاي مضطر تطور عملك يعني، فانتقلنا للحدادة يعني ضفنا المشروع الحدادة. بعدين طورنا الصبغ الحراري لأن الحديد يحتاج أصباغ يعني أنواع، فكان أفضل نوع هو اللي صبغ التركي الحراري بالفرن فهم جبناه.